صباحيا بقى. صباح الفل يا باشا. خير يا متولي. الأمانة بتاعتك وصل. اخلص. الحقيني يا دكتور، الحقيني يا دكتور، ابوس ايدي ابوس ايدي، خليهم يسيبوني، انا ما عملتش حاجه. اللي انتوا حبيبته ده يا بني ادم، حبيبتي اللي اتفقنا عليه، مش دي البنت اللي انتوا عايزينها رايحين باشا؟ حصل خير يا متولي. يعني ايه حصل خير؟ انت مش شايف هي عامله ازاي؟ احنا جايين ندور عليها ولا نخطفها يا رحيم؟ ما اول ما شافتنا طلعت تجري، كنا المفروض نعمل ايه؟ نطبطب عليها. اتكل على الله يا متولي وسيبها لي. ربنا يديك الصحه يا باشا. امشي يا متولي. انتوا هتعملوا فيها ايه؟ هو انا عملت لك ايه يا دكتوره؟ انا عملت فيك ايه عشان تعملوا فيها كل ده؟ ما تقلقيش يا لميا، مفيش حاجه هتحصل لك وما انت معايا، ما تقلقيش. انا مش عايزك تقلقي، هتكلم معاكي كلمتين وهتروحي الحسابين. اهدي يا لميا اهدي، احنا مش هنخلص من اصول البلطجه والخط بتاعك ده يا رحيم. كله هيخلص لما تظهر براتك. كنت هربانه ليه؟ اودي اودي. انا ما كنتش هربانه، انا ما كنتش هربانه يا دكتوره، انت اكتر واحده عارفاني، انا لا يمكن اضرك ابدا، وخصوصا بعد اللي عملتيه. كنت مستخبيه في السويس بتعملي ايه؟ ايه القصود ده يا رحيم؟ لميا انت ليه هربتي بعد اللي حصل؟ انا ما هربتش، صدقيني مش بايدي. بابا اول ما عرف ان حضرتك اتقبض عليكي قال لي انت لازم تسافري وتسيبي الشغل لحد الموضوع ما يهدى. بس مهروبك ده خليت كل الدنيا تشك فيكي وخصوصا انا. معاكي حق، انا برضو حاولت اقول له كده بس هو ما صدقنيش، والله العظيم هو ده اللي حصل. والمفروض بقى تصدق اللي بتقوليه ده وتسيبك تمشي دلوقتي. اقسم لكم بالله هو ده اللي حصل. كفايه بقى يا رحيم. ممكن تسكتي انت بقى بت؟ وهتفتكري ان العياط والحبتين اللي انت بتعمليهم دول هياكلوا معايا؟ انت هربت ليه؟ انا مش هعمل لك حاجه، انا هاخد داليا وامشي واسيبك بقى للي جابوكي هنا يعملوا فيك اللي هم عايزينه. اللي انت بتقوله ده لميا لو حصل لها حاجه انا مش هسامحك العمر كله. هي في حاجة حصلت وقتها بس أنا خفت أقول عليها. إيه هي؟ اتكلمي. مفيش، قبل الحادثة بيومين أنا ركبت تاكسي وبعدين السواق دخل بيا في سكة ضلمة وحاول يتحرش بيا بس ربنا ستر، ربنا ستر، وعرفت أهرب منه وجريت ونطيت من العربية وجبت حجر وخبطت في دماغه. وهربتي مش كده؟ آه هربت. وحصل ايه بقى بعد ما هربتي؟ لا ما حصلش حاجه، انا لقيت عربيه ماشيه على الطريق فشاورت لهم طلعوا ناس كويسين وروحوني. وايه علاقه كل اللي بتحكيه ده بقى بالمخدرات اللي لقيوها عند داليا؟ لا مفيش علاقه، اصل وانا بهرب الشنطه بتاعتي وقعت وكان فيها كل مفاتيح المكتب. وما قلتيش ليه وقتها؟ بصراحه خفت من الفضيحه، خفت لو بابا يعرف وبعدين يقعدني من الشغل، وخصوصا ان هو كان متضايق من تاخيري بره. وايه الفضيحه في كده؟ فضيحه لو اهلي يعرفوا ونظرات الجيران ليا لما يعرفوا حاجه زي دي، وبعدين بابا لو عرف حاجه زي دي ده مش بعيد يقعدني من الشغل خالص، ده مش بعيد يقعدني في البيت العمر كله. للاسف كلامها صح يا رحيم، انا عارفه هي تقصد ايه. انت حافظه نمره العربيه دي؟ يبقى بكره الصبح تيجي معانا وتقولي الكلام ده في النيابه. لا نيابه ايه؟ نيابه ايه يا دكتوره؟ ابو سيدك والنبي يا دكتوره بلاش نيابه، والنبي بلاش يوديني النيابه. طب ايه؟ بلاش النيابه والنبي. ايه دي والنبي يا دكتوره؟ ايه دي؟ اكيد هنلاقي حل تاني، ما تقلقيش. يعني ايه ما تقلقيش؟ الهانم دي هتشرف معانا لحد بالليل، وبكره الصبح هنطلع النيابه، وده اخر كلام عندي، واتفضلوا جوه يلا. ما تخافيش يا لميا، ما تخافيش. كانت خايفة من الفضيحة أو إيه؟ أنت لسه مصدقاها برضو؟
عشان تعرفي ان كنت على حق. اكيد كل اللي قالته لنا كان كذب في كذب. مستحيل، دي كانت بتعيط وهي بتحكي، اكيد في حاجه غلط. بعد كده لازم تسمعي كلامي. انت مش بتقول ان معاك نمره التاكسي اللي قالت انه اتحرش بيها؟ طب مش ممكن نوصل له نتاكد من اللي بتقوله؟ ممكن. لما نشوف هتودينا لفين. يا شبوره كنت عاوز اشوفك دلوقتي. انت مؤاخذه بقى عظمته، انا مقصر معاك اليومين دول بس ورحمه ابويا غصب عني. بس انت لو عايزني في حكايه انا مودي معاك في اي حوار. سندال قدها ودود يا شبوره، خف انت الاول وانا ليك. المهم تعرف النمره دي تبع مرور ايه؟ اه دي جيزه. انت متاكد؟ عيب عظمته. اه متاكد، طالما حرفين واربع ارقام تبقى جيزه. طب تعرف حد في مرور الجيزه؟ خليك معايا شويه. والله اقول لك تعرف حد في مرور الجيزه؟ أه الصراحه لا، بس سهله يعني. بص انا اعرف في فيصل وعادي يعني، كلها منفذه على بعضها بالكمبيوتر. طب كلمه. عناية اعتبره حصل. يا أه متولي بقول لك ايه، البت اللي انت جبتها هربت، عايزك تدور لي عليها تاني. ايوه هربت وتقريبا رجعت نفس المكان، بس المره دي بقى انسى الحنيه بتاعت المره اللي فاتت. سامعني؟ يلا بكلمني. ساعة زمن ونروح لعظمته ويكون جاب لنا قرار العربية. طب اطلع قدامي بالتاكسي. ماشي. رحيم أنا عايزة أشوف ماما. وده وقته؟ أيوه، مش بيقول قدامنا ساعة عشان خاطري. والعربية دي بقى اتخبطت فين بالظبط يا باشا؟ في شارع القصر العين يا باشا، قرب الفجر كده. الطريق كان فاضي، انا اللي خاوتني ان الطريق كان فاضي، والواد كان جاي ورايا ايه قازح، اللهم صل على النبي، زي الرهوان. عارف الرهوان؟ زيه بالظبط. فجاه انكسر عليا مغفلني، وقع لي الرفرف وهبق. الواد هبق يا باشا، وانت عارف ان اللي هبق كل النبى. الواد هبق عظمته. انا عايز خلاص يا سيدي، خلاص سيب الراجل يشوف شغله بقى. اكيد كان شاغل حاجه ولا ضارب له حبايه ترامادول. لا ده مش ترامادول، ده ستروكس. الواد ده كان شارب له سبليفين على الرايق لوحده. الحاجات دي بتودي البني ادم في داهيه. طب عملت محضر ان شاء الله ضد مجهول عشان تثبتوا حاله وتستفيدوا من التامين. يا باشا احنا لا همنا تامين ولا غيره، احنا كل اللي هممنا ان احنا نجيب الراجل ده ونعرفه غلطه عشان ما يعملش كده في عربيات الناس. عندك حق، عشان يسوق هو فيه بعد كده. ها وجدت الاسم اهو؟ لقيته. اتفضلوا يا باشا، انتوا تؤمروا. لا مش انت، الباشا عشان الحلاوه. ايه ده؟ العربيه ملاكي. ما هي النمره اللي حضرتك اديتها لي دي ملاكي. مش هي برضه ملاكي يا شفوره ولا ايه؟ هي ملاكي؟ هو انت بتسالني انا؟ هو مش جزء الرهوان وهبق واكل النبأ؟ اتفضل. تعالى رايح فين؟ عايز ايه بس؟ فين الحلاوة؟ لا ما فاتتنيش دي، عيب عليك. خد يا عم أحلى حلاوة مسكرة موت. ما طلعش تاكسي. يعني ايه ما طلعش تاكسي؟ يعني من أبو آخر كده لا مؤاخذة النمر اللي كانت على العربية مضروبة. واضح ان الحكايه من اولها مضروبه. انا متاكد ان لميا دي ورا كل اللي حصل لك ده. طب اتكل على الله انت بقى يا شبور. مش عايز حاجه عظمته؟ لا ربنا يخليك. ماشي يا عظمته. بلاش تمشي في سكة مسدودة. مرات الدكتور هتظهر لما ترجع الفلوس.
يعني ايه الجمله دي؟